بسم الله الرحمن الرحيم، معكم باشمهندس محمد عادل البطل. ان شاء الله ده التوتوريال رقم 4 على ليكتشر 5، تاني جزء في الترافيك انجينيرنج ستاتس. اللي بنتكلم عنه النهارده العلاقه ما بين، احنا بدأنا النهارده نتكلم عن ثلاث حاجات: السبيد والدينستي والفلو، الثلاثه وعلاقتهم ببعض. تعالى نمسك اول حاجه، عندي علاقه ما بين السبيد وعلاقه ما بين ايه، السبيد والدينستي. ايه علاقه السبيد بالدينستي؟ تخيل معايا انت على الطريق، الطريق ده لو الطريق الدنسيتي بتاعته بزيرو، يعني انا هنا عند الزيرو بزيرو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش عربيات خالص. لو الناس تفتكر قبل كده كانت الدنسيتي دي كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انا الدنسيتي بتخيل كاني باصص للطريق من فوق ومصوره وبعد عدد العربيات الموجوده فيه. فتخيل لو الدنسيتي بزيرو، ده معناه ان مفيش عربيات موجوده. هتلاقي العربيات، لو عربيه او اتنين او اي عربيات موجوده، تبقى ماشيه ايه؟ بالسرعه الماكسيمم بتاعتها. السرعة الماكسيمم دي بنسميها يو اف او فري فلو سبيد، تمام؟ تخيل معايا بقى انت دلوقتي كل ابتدت الدنستي تزيد، يعني كل ما الدنستي دي ابتدت تزيد ايه اللي هيحصل؟ كل ما عدد العربيات هيزيد ايه اللي هيحصل في السرعة؟ السرعة ايه؟ هتقعد تقل 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 تقل. طب لما الدنستي دي توصل للماكسيمم بتاعها ايه اللي هيحصل في السبيد؟ هتبقى بزيرو. طب ده على الحقيقة اللي هو ايه؟ على الحقيقه ان انت تخيل ان انت الطريق ما فيهوش حاجه خالص، ما فيهوش عربيات خالص غير عربيه او اتنين، فدي الدينستي قريبه من الصفر، فالعربيات دي ماشيه بالفري فلو سبيد بتاعتها. ابتدت العربيات تزيد 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 تزيد، كل ما بتزيد عدد العربيات كل ما ايه اللي بيحصل؟ كل ما السرعات بتقل، لحد ما هتوصل لان العربيات عددها زاد قوي لدرجه ان ايه، خلاص العربيات بقت واقفه، كل الطريق كله وقف. وقف دي بنسميها الكي الدينستي الجام، كي جام. كي جام دي ان انا الطريق كله العربيات واقفه ورا بعض وخلاص كله واقف، هو الدينستي بالماكسيمم لكن مفيش فلو، السبيد بتاعتي بزيرو ان العربيات دي كلها واقفه ورا بعض. فبالتالي انت كده كده قال لك احنا عندنا ايكويشن بتربط السبيد بالايه، بالدينستي. دي الايكويشن هي بتاع الستريت لاين، قال لك ان اليو اس دي اليو السبيس مين سبيد بتساوي يو يو فري دي اليو بتاع يو اف اللي هي فري فلو، يو اف ماينس يو اف على كي جام في الكي. الكي الدينستي، الكي جام دي الدينستي بس في وقت الجام، واليو اف ده ايه؟ الفري فلو سبيد. مبدئيا احنا عارفين لو الكي بزيرو، يعني انا هنا اليو هتساوي ايه؟ لو الكي بزيرو قال لك اليو اس دي بتساوي اليو اف، لان انا ايه، السرعه بتاعتي هتساوي ايه، الفري فلو بتاعي اللي هي اقصى سرعه. ولو ان انا كي جام، لو ان انا اليو بزيرو، اليو بزيرو ده يعني السبيد بتاعتي بزيرو، ده معناه ان انا ايه، وصلت للجام، ان العربيات كلها ايه، واقفه ورا بعض ومش عارفين ايه يتحركوا. تاني حاجه عندي هنا علاقه ما بين الفلو والدينستي. الفلو احنا لو تفتكر اتكلمت قبل كده عن الفلو، ان الفلو ده ان انت تبقى واقف على سيكشن عدد العربيات اللي بيعدي في وقت معين. تخيل معايا كده، ادي ده الفلو ودوت ايه، الدنستي. تخيل معايا الموضوع ببساطه، الطريق عندك ما فيهوش اي عربيات، فانت الفلو بزيرو والدنستي بزيرو، ما فيش اي عربيات. بعد شويه ابتدت العربيات تيجي تعدي، كل ما العربيات بتيجي كل ما الدنستي بتزيد وفي نفس الوقت الفلو بيزيد، لحد ما هتوصل لان انت خلاص الدينستي بتزيد والفلو بتزيد، لحد ما الفلو ده خلاص الفلو عالي قوي. بعد كده شويه شويه العربيات هتعدي برضو، بس هتعدي ببطء. يعني ايه تعدي ببطء؟ ان العربيات الدينستي زادت قوي، فبقت العربيات لازقه في بعض، فالفلو يبتدي يقل تدريجي 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 لحد ايه، لحد ما يوصل للكي جام. عند الكي جام مفيش فلو، لان انا خلاص ان العربيات مش قادره تتحرك. ببساطة اللي هيهمني هنا كذا ترمينولوجي تاخد بالك منهم. عندي حاجة هنا عند أقصى فلو، عندي حاجة اسمها كي نود. إيه الكي نود دي؟ قال لك كي نود دي كريتيكال دينستي، وعند أقصى فلو ده بنسميه الماكسيمم فلو، ده بنسميه ماكسيمم فلو أو الكاباستي، ده اللي هو الإيه؟ الكيو ماكسيمم. والكيو ماكسيمم بتكون عند إيه؟ الكريتيكال دينستي. إحنا أصلا عارفين إن الكيو اللي هو الفلو ده بيساوي المرة اللي فاتت هو كي في اليو في السرعة. السرعة احنا عارفينها من السلايد اللي فاتت، ان اليو اس بتساوي يو فاينل ماينس يو فاي يو اف على كي جي في الكي. كل الفكرة ده ايه، ده اليو اس اللي هي السبيس مين سبيد.
لما هضربها في الكي هديك الكيو، ضربت كل الايكويشن دي في الكي بقت يو اف في الكي ماينس يو اف على كي جام في كي سكويرد. دي معادلة ايه اللي بقدر اجيب منها الكيو. خد بالك من نقطة، انا هنا عندي حاجة اسمها كيو ماكسيم او الماكسيم فلو او الكاباسيتي. قال لك ايه؟ قال لك الكي نود دي دايما بتكون الكي نود دي اتفقنا دي كريتيكال دنسيتي، قال لك الكي نود دي بتساوي كي جام على الاثنين، يعني الكي نود دي ثابتة ان الكي جام على الاثنين. وقال لك عندنا حاجة اسمها يو نود ده برضو كريتيكال سبيد، قال لك دي بتساوي اليو بتاعت الفري فلو اللي هي اقصى سرعة على الاثنين. الكيو ماكسيمم اللي هو الماكسيمم كاباسيتي دي بتساوي الكي نود في اليو نود. طب الكي نود انا كنت جايبها بكي جام على الاثنين، واليو نود كنت جايبها بيو اف على الاثنين، فبقى اصبح القانون عندك كي جام في اليو اف على ايه؟ على الاربعة. تالت علاقة ما بين عندي علاقة ما بين السبيد والفلو. الموضوع ببساطة ان الفلو على الاكس اكسس والسبيد على الواي اكسس. تخيل معايا كده الطريق اللي موجود عندك، تخيل ان انت الطريق بالليل والطريق فاضي. معنى ان الطريق فاضي ده معناه ان الفلو ده بزيرو. طريق فاضي يعني العربيات ماشية بأقصى سرعة ليها، فخلص العربيات ماشية ايه باليو فاينال ايه بتاعتها. كل ما الفلو هيبتدي يزيد كل ما السرعة بتاعت العربيات هتبتدي ايه العربيات، كل ما الفلو بتاعي ده هيبتدي يزيد كل ما السرعة بتاعتي هتقل، لحد ما بوصل لأن العربيات كلها تكون ايه قربت من بعض. طب لما العربيات كلها بتقرب قربت من بعض قوي، تلاقي الفلو بقى يبتدي يقل، وفي نفس الوقت ايه السرعة تبتدي تقل لأن العربيات ايه قريبة من بعض، لحد ما توصل لنقطة النقطة دي عندها الطريق بيبقى كله مليان بالعربيات وواقف، فالسبيد بصفر والايه والفلو بصفر. نفس القانون ان الكيو ايكوال يو اف في كي ماينس يو اف على كي جام في الايه في كي في كي سكوير. تعالى بقى ايه ناخد مثال نشوف الكلام ده بيمشي ازاي. بيقول لك a section of a highway has the following flow density relationship. هو مديكي العلاقه ما بين الفلو والدنستي. بيقول لك find اول حاجه عايز الكاباسيتي والدنستي والسبيد، بس خد بالك عند 15% او 0.15 من الكاباسيتي من اقصى فلو. يعني عايز هو الدنستي والسبيد، عايز الكاباسيتي كامله وعايز الدنستي والسبيد عند 15% من الايه من الكاباسيتي اللي انت ايه جبتها. براحه كده الموضوع ببساطه، هو مديك الايكويشن اللي بتعبر لك عن العلاقه ما بين الفلو والايه والدنستي. تعالى كده ناخد الموضوع ببساطه. الكيو اصلا هي الايكويشن الرئيسيه عندنا ايه، كانت الكيو بتساوي يو اف في كي ماينس يو اف على كي جام في كي سكويرد. الايكويشن اللي هو مدالك دي صح، من الكلام ده تستنتج ان اليو اف بتساوي كام 30، فقلت ان خلاص ان اليو اف بيساوي ايه 30. طب واليو نوت على كي جام هتساوي كام 0.11، فقلت ايه اليو اف على كي جام 0.11. طب اليو اف انا معايا من الخطوه اللي قبلها جبتها ب 30، اعرف احسب الكي جام، حسبت الكي جام طلعت لي ايه ب 292.73 فيكل بر ايه بر مايل. طب خلاص انا عايز ايه اول حاجه احسبها الكباستي. لو تفتكر الكباستي دي قلنا ان هي عباره عن الكي نود في اليو نود، ودي قلنا ان هي اليو اف في الكي جام على الاربعه. اليو اف معايا ب 30، الكي جام لسه جايبها ب 272 على الاربعه. الكلام ده اداني ايه الكباستي بتاعتي 2045 فيكل بر اور. طب خلاص، طب انا جبت ايه الكباستي بتاعتي. تاني حاجه عايزها ايه، عايز الدنستي عند 15% من الكباستي. طب 15% من الكباستي ده الرقم كام؟ 15.15 في ال 2045 اداني 306 ايه فيكل بر اور. خلاص هاخد بقى ال 306 دي، مش انا كان اصلا القانون الكيو بتساوي 30 كي ماينس 0.11 كي سكويرد، دي المعادله اللي بتعبر لي عن علاقه الكيو بالكي. خلاص انا الكيو دي هعوض عنها ايه باللي هي 15% ايه من الكباستي اللي هي 306. خلاص حطيت ايه 306 بتساوي 30 الكي، 30 الكي ماينس 0.11 كي سكوير. من الكلام ده هجيب قيمة الكي، دي معادلة تربيعية، هتعرف تجيب الكي هيبقى معاك قيمتين ايه للكي، واحدة طلعت لي ب 262 والتانية طلعت لي ايه ب 10.62. طب بعد كده عايز ايه؟ عايز يعرف السبيد عند نفس قيمة ايه؟ عند 0.15 الكباسيتي برضو. جميل، الكيو دي اصلا دي الايكويشن بتاعتها. لو تفتكر قبل كده كانت الكيو دي مش بتساوي الكي في اليو، اي كيو عندي كانت بتساوي الكي في اليو. الايكويشن دي
هي عبارة عن الكيو بتساوي 30 الكي ماينس 0.11 الكي سكويرد. الكيو بتساوي الكي في اليو، فهيبقى الكي في اليو ايكوال 30 الكي ماينس 0.11 الكي سكويرد. هقسم كل المعادلة على الكي، هتلاقي الكي دي راحت مع الكي دي راحت مع السكويرد، هيبقى اليو بتساوي 30 ماينس 0.11 الكي، ودي الايكويشن اللي انا حطيتها، اليو بتساوي 30 ماينس 0.11 الكي. ابتدي انا معايا قيمتين للكي، هعوض باول قيمه اجيب يو، اعوض بتاني قيمه اجيب يو. كده انا جبت الريكوايرد مني اللي هو اليو عند 15% من الكباستي، وجبت الكي عند 15% من الكباستي، وجبت الماكسيمم كباستي في الاول. تعالى ناخد فكره تانية مختلفه. بيقول لك considering linear relationship between density and speed. You are required to estimate the following the corresponding flow and speed values to densities of. هو مديك عايزك تجيب ال corresponding Q أو الفلو وال U اللي هي ال speed ال corresponding لل K اللي هو مديها لك. هو مديك ال K ب 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70. حلو؟ بيقول لك if the free flow speed is 90 كيلومتر بير اور and at a critical situation it's found that 110 vehicle on a lens on a road on a section of a road with a length 2 كيلومتر. هو بيقول لك عند critical situation لا ان في 110 vehicle على length 2 كيلومتر. بيقول لك بقى using the estimated values ارسم لي ال speed وال flow وال density ال relationships ما بينهم. وبالراحة كده تعالى ناخد الموضوع ببساطة. أول حاجة هو بيقول لك عندك critical situation. يعني إيه أفهم يو من critical situation؟ ال critical situation عندك كي بتساوي كي نوت واليو بتساوي يو نوت. اليو نوت دي اللي هي اليو critical والكي نوت دي density critical. أول حاجة هو بيقول لك عند critical situation ده كان عنده 110 vehicle على length 2 كيلومتر. خلاص أعرف أحسب من الكلام ده كي نوت. كي نوت عدد ال vehicles على length، قلت 110 على length طلع لي 55 فيكل لكل كيلومتر. طب خلاص، طب انا حسبت الكينوت، اعرف احسب من الكينوت الكي جام. هي كينوت كانت بتساوي كي جام على الاثنين، فاتنين في الكينوت ضربت جبت الكي جام. طب خلاص، طب انت جبت الكي جام، ايه الايكويشن اصلا اللي كانت بتحدد لي علاقه السرعات بالدينستي؟ كان بيقول لك ان السرعه بتساوي يو اف ماينس يو اف على الكي جام في الكي. ببساطه كده هيبقى اليو اس بتساوي اليو اف اللي هو الفري فلو، هو مدالك في السؤال ب 90. الكي جام انا لسه حاسبها ب 110. الكي انا مش معايا. من خلال الكلام ده انت انا كده جبت علاقه ما بين اليو اس والكي. هو كان مديك بقى كذا قيمه للكي، هو مديك قيمه للكي مره ب 10 ومره ب 20 ومره ب 30 ومره ب 40 ومره ب 50 ومره ب 60 ومره ب 70، وعايز يطلع لك كورسبوندنج يو اس وكورسبوندنج كيو. انا هنا بمجرد ما جبت معادله ما بين اليو اس والكي، خلاص هبتدي اعوض. اعوض عن الكي ب 10 اجيب اليو اس، السرعه اللي هي السبيس مين سبيد. اعوض عن الكي ب 20 اجيب اليو اس، اعوض عن الكي ب 30 اجيب اليو اس، وهكذا. كده جبت اليو اس عند كل قيمه كي. طب الكيو انا عايز اجيب برضو من عن طريق ان انا اعوض بكل، عايز اجيب علاقه ما بين الكيو والكي دي. ببساطه كده انت دي الايكويشن اللي هي النهائيه، ان انا 90 على 110 خليتها 0.82. الكيو اصلا كان بتساوي ايه؟ كي في اليو اس، صح؟ خلاص كي في اليو اس. عايز تضرب انت معاك قيم الكي ومعاك اليو اس، تضرب 10 في 81.8 اداك 818، 20 في ده اداك الرقم ده، 30 في ده اداك الرقم ده. او عايز تجيبها كايكويشن، كايكويشن خلاص هتضرب معادله اليو اس تضربها في كي، فيبقى 90 هتضرب في كي ماينس 0.82 في كي، هيبقى في كي سكوير، وتعوض بكل قيمة كي تجيب منها كيو. أي طريقة من الاثنين، الاثنين يعتبروا نفس الحاجة. من خلال الخطوات دي بقى معايا قيم للكي، وبقى معايا قيم لليو اس، وبقى معايا قيم للكيو. هو عايزك ترسم الريليشن شيبس ما بين كل واحدة من دول والتانية. خلاص تعالى نرسم العلاقات. ترسمها بكل بساطة، أدي كي على الإكس أكسس، اليو اس على الواي اكسس. اول حاجه لما كانت الكي ب 10 اليو اس كانت ب 81.8، ادي عند الكي ب 10 اليو اس ب 81.8. رسمت شويه النقط اللي موجوده عندي، اخر نقطه عند 70
والايه اليو اس بكام؟ ب 32.6، ادي عند 70 ب 32.6. لما رسمت العلاقة دي اديك ادي نقطة ونقطة 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 ونقطة، لو وصلت ما بينهم لاين ستريت هتقدر تجيب النقطة دي عندها اليو اف اللي هي المفروض ب 90، وهنا ايه الكي جام اللي هي ايه ب 110. دي اول علاقة رسمتها ما فيهاش مشكلة. تاني علاقة ارسم العلاقة ما بين الكيو والكي. انت معاك الكيو ومعاك كي، كي لما كانت ب 10 كيو كانت ب 1 ب 818، ادي 10 دي تقريبا 818، هتلاقي علاقة ان ايه كيرف حاجة بارابولا بالمنظر ده بتزيد وتقل. واخر اخر علاقة ما بين الكيو واليو اس، انت معاك برضو ايه اليو اس ومعاك الكي، عند 81.8 مع 818 تعمل نفس الكلام. عند يعني هنا مثلا عند 81.8 مع 818 ككيو، هنا الكيو 818 عند 81.8 تقريبا هيديك نقطة. هنا هترسم النقط، رسمت كذا نقطة اللي موجودين هيدوك برابولا حاجة بالمنظر ده، بعد كده تروح موصلها هنا وتوصلها هنا بلاين اي بيست فيت كده في الآخر وبلاين بيست فيت في الآخر. كده أنا رسمت ايه تلاتة ريليشن شيبس اللي هو ايه كان محتاج. بروبلم 3 بيقول لك هنا ايه، بيقول لك results of traffic flow studies on highway indicates that the flow density relationship can be described as the expression. هو مديك العلاقة ما بين ايه الفلو والدنستي. If speed and density observation give the data shown below. دي الداتا بتاعت السبيد مع كل density. Develop an appropriate expression for speed versus density for this highway. عايزك بص ركز بقى هنا، بيقول لك عايزك تجيب expression، يعني عايزك تجيب معادلة ما بين السبيد والدنستي للهايواي ده. انت معاك ارقام سبيد وارقام دنستي، عايزين نجيب منهم equation and determine the density at maximum volume as well as the value of in maximum volume أو capacity اللي هي ايه Q maximum اللي هي كانت بتساوي K نوت في U نوت. براحة كده، أول حاجة عايزك ما بين الـ speed والـ density، عايزك تجيب علاقة ما بين الاتنين. براحة كده، أول خطوة أنا معايا speed و density، هنرسم ما بينهم ايه كيرف. عند سبيد بكذا، يعني هنا مثلا عند سبيد ب 50 دنستي ب 18، هنا عند دنستي ب 18 سبيد ب 50، عند سبيد ب 45 الدنستي ب 25، عند سبيد ب 45 تقريبا هنا 45 الدنستي ب 25، اللي هي النقطة دي. هنعمل النقط بتاعت السبيد والدنستي ونوصل دي ما بينهم. المفروض بعد ما توصل ما بينهم هتجيب ايه؟ هتجيب البيست فيت لاين ما بين الاثنين دول. انا خدت البيست فيت لاين هنا، خدت بدأته من هنا ومشيته كده. لو تفتكر من زمان كنا بنقول يعني البيست فيت لاين ده، يعني كنا بنقول ده يعني ده لاين ستريت، بأقرب لاين بيمثل ايه؟ بيمثل الكيرف. واللاين ده بيكون ايه؟ ما بين نقطتين، يعني ادي دي اول نقطة ودي ايه؟ اخر ايه؟ اخر نقطة. حلو؟ انا هنا وبعد كده بجيب الايكويشن بتاعت اللاين. الايكويشن هنا y بتساوي نيجاتيف 0.4913 الx بلس 58.934. دي الايكويشن ايه بتاعت ايه بتاعت اللاين. خلينا ان انت مش يعني خليني بعد ما اخلص المساله هقول لك ايه، هقول لك لو ان انت معاك لاين ما بين نقطتين كنا بنجيب منه الايكويشن ازاي، لو حد ايه ان هو مش فاكر او كده. انا اول حاجه عملت ريجريشن اناليسيس، طلع لي الايكويشن بتاعت ايه بتاعت اللاين، ان ده 58.934 ماينس 0.4913 اكس. بكل بساطه الايكويشن بتاعي اللاين ستريت يو اي بلس بي في كي. جميل، اليو هتساوي هعوض اشيل الواي احط مكانها يو، واشيل الاكس احط مكانها ايه كي، فبقت اليو بتساوي 58 ماينس 0.4913 الكي. اول حاجه ابتدي بقى ناخد الكيس العاديه بتاعتنا، ده ستريت لاين. فاكر انت المعادله اللي هي ما بين ايه كي واليو، عند الكي بزيرو، هنا كانت الكي وهنا ده اليو، عند الكي بزيرو اليو بايه بيو اف، عند كي بزيرو اليو بيو اف. لما تعوض الكي بزيرو هيطلع لك ان اليو اللي هي بتساوي يو اف، هيبقى اليو اف بكام؟ ب 58.934. طب دي كان أول نقطة. طب وكان عندي حاجة تانية، عند ال U equal، عند ال U equal 0 كانت هنا اللي هو عند النقطة دي كانت ال K بتساوي K جام. خلاص تعالى نعملها، عند ال K بتساوي K جام ال U ب 0، عوض عن ال U ب 0
في الايكويشن اللي موجوده عندك اصلا دي، لو عوضت عن اليو هنا بزيرو هجيب قيمه الكي، والكي دي تعتبر ايه؟ كي جام. فبقيت الكي جام بتساوي 58.934 على 0.48913. الكلام ده اداني ايه؟ 120 فيكل بير ايه؟ بير مايل. كده انا من خلال الاتنين دول جبت قيم ايه من خلال الكي واليو، كده جبت قيمه اليو اف والاي والكي جام. هو اول حاجه كان طالبها منك الريليشن شيب بتعبر عن علاقه اليو بالكي، ودي انا جبتها من هنا. تاني حاجه هو كان عايز ان الكاباستي او الفلو، ودي قلنا دي كيو ماكسيمم، وقلنا كيو ماكسيمم دي بتساوي ايه؟ قلنا كانت بتساوي كي نوت في الايه؟ في اليو اي نوت. ولو تفتكر من قبل كده كنا بنقول ان الكي نوت هي كانت كي جام على الاثنين، واليو نوت كانت برضو ايه؟ كان ليها نفس، كان ليها اليو اف على الاثنين. تعالى نعمل الكلام ده، ات كيو ماكسيمم الكي نوت كي جام على الاثنين. الكي جام معايا ب 120 قسمتها على الاثنين جبت ايه؟ الكي نوت. طب اليو نوت هي يو اف على الاثنين، اليو نوت يو اف على الاثنين، اليو اف معاك انت جايبها اليو فري فلو قسمتها على الاثنين ادتني ايه؟ اليو نوت اللي هي 29.467 مايل بر اور. الكيو ماكسيموم هي الكي نوت في اليو نوت، ضربت الاثنين في بعض ادتني ايه؟ كيو ماكسيموم اللي هي 1768 فيكري بر اور. خلينا وليكن مثلا دي مسألة وجات لك في الامتحان عشان الناس اللي مثلا ممكن تكون ايه مش فاكرة. حلو. الناس اللي هي اللي مش فاكرة، يعني هي النقطة دي اشرحها، لو حد مش فاكر ازاي كان يرسم علاقة ما بين علاقة ازاي اصلا يجيب الاكويشن بتاعت ايه، بتاعت لاين ستريت او كده. بص تخيل معايا ان انت ادي انت رسمت العلاقة ما بين الكي والدنستي، واديتك شوية نقط حاجة بالمنظر ده، تمام. اللي يهمني ان انت ايه تعمل بيست فيت لاين، وليكن بيست فيت لاين جه معاك كده، انت معاك النقطة دي اخر نقطة على الكيرف، ومعاك ايه اول نقطة ايه على الكيرف. يعني اذا انت معاك لاين في نقطتين، وليكن خلينا ندي ارقام وهمية، وليكن النقطة دي مثلا عند نيجاتيف واحد مثلا وتلاتة، والنقطة الأخيرة دي عند نيجاتيف أربعة وخمسة. أدي دول نقطتين عايز أجيب الإيكويشن بتاعت اللاين ده. الحاجات دي كنا يعني الحاجات دي من ثانوية عامة يعني. فعشان تجيب الإيكويشن بتاع اللاين ده كنا بنقول إيه؟ واي ماينس واي ون على إكس ماينس إكس ون هتساوي واي تو ماينس واي ون على x2 minus x1. ودي المفروض ان هنا ده الرقم ده x1 وده y1، وهنا ده x2 وده هنا ايه y2. هنا y minus y1 هنا كانت بكام؟ y1 هنا ب 3، y minus 3 على x minus x1 اللي هي ايه بنيجاتيف 1، فهيبقى x plus ايه 1 بتساوي y2. y2 هنا ب 5 ناقص y1 اللي هي بتلاتة على x2 اللي هي نيجاتيف أربعة ماينس x1 اللي هي بماينس واحد فتبقى بوزيتيف واحد. لو دول خمسة ماينس تلاتة اتنين على نيجاتيف تلاتة. إذا أنا وصلت إن أضرب بقى هضرب ده في ده، فبقيت عارف إن أنا نيجاتيف تلاتة أضرب ده هنا وده هنا، نيجاتيف 3 في واي ماينس 3 بتساوي 2 في الاكس بلس 1. يعني اضرب ال 3 يبقى نيجاتيف 3 واي بلس 9 ايكوال 2 اكس بلس 2. وادي الاكس الناحية التانية يبقى ماينس 3 واي هتساوي 2 اكس ماينس 7، تمام. بعد كده هيبقى ماينس واي واقسم التلاتة الناحية التانية هيبقى بتساوي اتنين على التلاتة اكس ماينس سبعة على ايه تلاتة. اضرب كله في النيجاتيف هيبقى الواي بتساوي نيجاتيف اتنين على تلاتة اكس، تمام، بلس سيفن اوفر ثري. دي الايكويشن اللي بتمثل ايه اللاين. انا هنا لما بدأت المسألة كنت جايب ايه ايكويشن، ان انا وصلت ان الواي بتساوي كذا، ايكويشن ما بين الاكس والواي، هي دي اللي انا ايه بنفس الطريقه اللي انا وصلت لها. كل الفكره ان انت على حسب ارقام الدنستي اللي هتبقى معاك والفلو هتعرف ترسم وتاخد نقطتين تقريبيين، ومن النقطتين دول تعرف تجيب لهم ايه الايكويشن. جبت الايكويشن هنمشي ايه نفس الستبس ايه
لا لسه شارحها ايه دلوقتي لحد ما تجيب الكمائي الكيو ماكس. وشكرا جدا لاستماعكم.